السلام عليكم إخوان أخوات. ثالث فيديو ليومه الجمعة. كاين بعض الإخوان والأخوات اللي طلبوا مني المزيد من المعلومات على الفيديو اللي درت الصباح بخاص اللي كيخص الإقامة ديال الطلبة، وبغاو العنوان. كما قلت لكم هذا إقامة خاصة بالمسنين، والآن حبسوها وكيوجدوا فيها باش تكون إقامة، يعني شقق للطلبة. هي راه 110 ديال الشقق، 110 ديال الشقق، وغادي تكون واجدة في شهر 8 في أوت، وغيوجدوها على حساب لا سيسيون ديال الخريف. يعني الطلبة اللي غادي يجيو يقراو ولا اللي كيقراو هنا وبغي يبدلوا السكنة ديالهم، هادو غادي يكونوا، هاد لي زابارتمون غيكونوا موجودين في لا سيسيون الجايه ديال الخريف. العنوان غنخليه لكم في صندوق الوصف، اللي هو 2850 رو برودور 3 ريفيير. 110 ديال الشقق اللي الا درتي فيها كل شقه فيها جوج ديال الطلبات، تبارك الله، راه 220. وانتم غتشوفوا الصور ديالهم، راه الصور ديالها هي هذه اللي كتشوفوا فيها. والاخوه اللي كاينين هنا، الطلبه اللي كاينين هنا، يقدروا يمشيو ل 2850، يمشيو يضربوا ضربات تما، يشوفوا كيفاش دايره الامور، ويقدروا يلقاو شي مسؤول كما قلت الصباح، ويقدروا يسولوه على المزيد من المعلومات. يلا، انا ديما كنبحث لكم وكنعطيكم الخبر الصحيح، ودائما مع بوزيتيف روت، قناتكم ذات المصداقية. يلا، نخليكم على خير ان شاء الله، والى اللقاء فيديو اخر بحول الله. السلام عليكم.